مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجدو في الدار البيضاء، تلقينا اتصال من عند نادية. نادية أم عندها 44 سنة، تحملات ما لم تتحمله الجبال، أعطاها الله عز وجل شابة آية في الجمال اللي هي شيماء. شيماء عندها إعاقة وفي نفس الوقت تتحداها الإعاقة. شيماء الله يوفقها يا ربي، داكشي اللي قدرت تحقق الخيال العلمي. شيماء مدمنة على فريق الرجاء، شيماء دخلت العلم بطريقتها الخاصة، شيماء كتكتب بالأنف ديالها بنيفة. المسألة غريبة جدا، غادي تشوفوا معايا حيتيات القصة ديال شيماء، كيفاش تزادت، كيفاش كبرات، كيفاش عانات. تبعوا معايا. نادية غادي تعودي ليا، شكون هي شيماء من الأول ديالها؟ السلام عليكم. أنا الأم ديال شيماء، عندها 19 عام، تزادت سمني، تزادت الأكسجين ما طلعش ليها الرأسة، كما الدراري الصغار هكا. المهم عانات في الصغر، ما كانش كتجلس، ما كانتش، كانت ديما مريضة، ديما ديما ديما. المهم قاسيت معها بزاف، درت ليها الترويض ما بانش، ما خليت، ما درت ليها، يعني بقيت مسبعة معها من الصغر. تبدأت تتكبر شوية، ملي بدات كتكبر شوية عاد بدات شويه، بعدا كاين شويه مع الطبيب وهذا مع الترويض شويه الامل. بعدا قال لي الطبيب راه تقدر دير عمليه، تقدر تنجح ليها، تقدر هادي. الحمد لله. واخا هنا غادي تناقشي معايا التشخيص الطبي ديالها، شنو اللي المشكل اللي عندها؟ ما تتمشاش، مشكل يديها، وهاد العمليه اللي كامل في الله عز وجل وفات الطبيب اللي قالوا لك العمليه، بشحال هاد العمليه؟ اعطيني بالتدقيق التشخيص الطبي ديال شيماء. مني مشينا عند الدكتور رفاس الله يكثر خيره، يعني تعامل معنا معاملة مزيانة، شاف شيماء تألم لها، قال لي هاد البنية زعما في هاد السن هذا وضيعة وهادي، يعني كاين العلاج، علاش ما جبتهاش في الصغر؟ قلت لي ما عرفش، يعني أي طبيب كنمشي ليه كيقول لك لا غيوكليها وشربيها راه غتولي بخير. مشينا شافها ويقول لي الأكسجين ما طلعش لها، قلت لي قال لي غتحتاج عملية رجليها بجوج، غتحتاج، نقول ثمن، تحتاج 5 مليون لرجيلات وعاد يديها بوحدهم. قلت لي واخا، دار لها العملية الأولى الحمد لله، دار لها 4 العمليات في رجيلة وبالقفص وقفت، يعني تعجبنا شي من الصغر، معمرة وقفت، معمرة جلسات، ما يعني واحد المعجزة. الحمد لله الحمد لله، القفص الأول وقفت، كملنا العملية رجيلة الأولى، ساعدوني الناس، درت لها رجيلة الثانية الحمد لله. يعني تشيمة نفسيتها ولات بخير، ولات ما كتمشى، هي كتوقف بعدها غير وقيف، ما كانش كتوقف مزيان، دابا كتوقف، كتوقف ولا شديتها من إيدها كتمشى، ولات كتجلس مقادة، ما كانش كتجلس مقادة، ولات كتحرك نفسيا، ولات شيماء واحدة أخرى، يعني بحال زرع فيها الأمل. إنسان مريض كياكل وينعس، يعني مهم شاما، تحرمت من الدراسة، تحرمت من بزاف الحوايج اللي الدراري الصغار كيديرهم، ما كتخرجش للزنقة، اللي شافها كيشوفها شوفها خايبة زعما راه مريضة، راه هادي تحدث هي داكشي كامل. الحمد لله الحمد لله. طبيب، شنو الخطوات الأخرى اللي باقا خاصها باش تولي إن شاء الله تمشي وما يبقاش عندها ذاك الاعوجاج اللي عندها في يديها؟ شنو باقي خاصة شيماء؟ دابا مؤخرا درت لها عملية على يديها، تقريبا فيها ثلاثة العمليات درناهم ليها، قاسات، راك عارف انت العملية والمشاكل ديال العملية. دابا خاصة واحد لاباري لإيديها، يعني ضروري ديك لاباري باش تعلم تاكل بحال أول مرة، ولكن الحمد لله يعني الامل كاين، الحمد لله النتيجه باينه. شيماء ولات كتحرك سيدي، راه ما كانش كتحرك، كانوا دايرين لا غير هكا، يعني الحمد لله. يعني الطبيب قال لي خصها الترويض وخصها هاد لاباري ديريها ليها، وخصها نفسيا شيماء العلاج النفسي ديالها. هاد المجموع كامل ديال هاد التشخيص عطيتينا، اشنو اللي تنجز هذا فضل الله عز وجل، وشنو اللي باقي خاصها؟ قلتي لينا اعطيني شنو الجانب المالي اللي غادي يخص شيماء لعلى مستوى يديها، هاد الترويض اللي عندها، المجموع كامل شنو خاصه؟ شيماء خاصه لاباري على يديها، وخاصني عمليه اخرى الايد الاخرى، وخاصها الترويض، وخاصها الدواء. شحال التكلفه هادي تقريبا؟ تقريبا خاصها شي 3.5 مليون بالنسبه لايديها، وعاد مصاريف راك عارف الدواء. 3 مليون تولي مزيان وتمشي، يديها تولي تاكل، بعدا تاكل وتهز التليفون تولي بحالنا بحالها. يعني الطبيب قال لك هذا المبلغ الا كاين غادي تولي تاكل؟ اه
باش تدعي دعي معايا ودعي مع المغاربه يا رب. يا ربي يا ربي يساعدونا المغاربه الله يجازيهم بخير. عانيتي معها؟ ضروري راه هي اللي عندي عانيت معها بزاف ماشي شويه. دابا غنمشي معاك لجانب ثاني. الدريريه تبارك الله حركيه، اكتشاف الاخير كتكتب بنيفها، مدمنه على الرجاء، تتعرف التليفون، جمالها هي كتضحك معايا الله يسترها. منين جابت هذا الخير تبارك الله؟ كيفاش تولدت كتاب؟ كيفاش اكتيف تولدت بهذه الطريقه هذه وتكتب بنيفها؟ انا قلت لها خصك تعتمدي على راسك، ما تبقايش باركه ناعسه وتبقاي هادي تحدي الاعاقه ديالك. قالت لي شريت لها التليفون الاول، بدات كدير بشويه بنيفها كتعصب كتلوح التليفون، المهم مع المده تحداتك ولات كتكتب. الا بغات كانت كتبغي غير الماء ما كنتش كنعرف كنفهمهاش، ملي كتقول لي الماء ولا بغيت سدي الباب ولا هذه ما كنفهمهاش، بالتليفون ولينا كنتفاهموا. الا بغات الماء دير لي كاس الماء، الا بغات الماكله تقول لي شنو بغيت، يعني الحمد لله. قالت لك انا ما ماشي معاقه ذهنيا، انا غير حركيا، غنتحدى الاعاقه ديالي وغنكتب. واخا بقى عندي سؤال اخر هو ديال النطق، كتنطق كتدوي حاليا؟ يلا بدات منين دارت العمليه نفسيا. السؤال الاخير اللي عندي، انت كتعيشي انت ويا هنا في دار والديك بالزوج ما كاينش؟ لا ما منفصلين انا وياه. يقدر يساعدك عليه؟ ما عندوش ما عندوش، كيساعدوني العائله ديالو الحمد لله وصافي. الحمد لله الحمد لله. واخا انا غادي نبقى معاك وتساعديني، غنحاول الى توفقت. مشاهدينا الكرام، شيماء كما قلت في السابق لا مميزات خاصه صراحه تختلف بها عن الغير، غادي نشوف معاه اللي زوين فيها وهكا تضحك تبارك الله الله يستر. والزين ديال العالم هي انت، كديري لاباس كتكتبي مزيان ها؟ اعطيني نشوف كيفاش كتكتب عفاك. مشاهدينا الكرام غادي تتبعوا معايا مباشره كيفاش شيماء كدير. اييه دابا دابا جبدات واحد لامبليكاسيون ديال الحروف كتكتب. تفضلي سبحان الله لا جبدات الواتساب. ما كتعياش بحال هكا؟ كتير كتعيا كتعيا ضروري كتعيا. كتقاوم كتقاوم، راه كتجلس بالساعات بالليل كتقاد التصاور ديالها فيديوهات ديالها. هي راه كدير تيك توك، دايره باج ديالها ديال تيك توك ودايره. كيف سميت الباج ديالها في تيك توك؟ ديالها شيماء الرجاويه 51 ياك، شيماء الرجاويه 51 اه دايره باج ديالها. المهم قالت لك ما نبقاش جالس نديرو خا شي حاجه. واخ عزيز عليك الراجل ها؟ كتموتي على الراجل. جزء من حياه الراجل. انا نعطيك سؤال واحد جاوبني عليه بشكل مختصر، الراجل واش عمرها شافت القصه ديالها؟ عارفينها عارفينها. وكيساعدوها؟ ما ساعدونيش ما ساعدونيش، تجأت لي شحال من مره ما كاينش. ما ساعدني حتى شي حد، ما جا عندها حتى شي حد، ووعدوني باش غادي يديروا لها العمليه وداك الشيء، وما استقبلوني ما ننكرش، يعني عيطوا لنا في 2019 واستقبلوا احسن استقبال كمشجعه، شافت اللعاب عن قرب وفرحه واحد الفرحه ما نعاودش لك، ولكن مساعده ما ساعدونيش، يعني ماشي شي مبلغ كثير باش غادي يكملوا لها الفرحه ديالها. ما فهمتش واش حيت هي عاونوها ماديا في شي حاجه ولا والو؟ وحتى حاجه صافي. صافي شكرا لك. انا والله ما عرفت اش غنقول لك، الله يسترك يا ربي. البشاشه وكتضحك وكتكتب مدمنه على الرجاء اختي، الله يفرجها لك يا ربي. كنشكرك كنشكرك بزاف على الاهتمام ديالك، وانت امها والله عز وجل، انت كأم عطاك امك ثم امك سبعه عاد الاب بطبيعه الحال. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، انا ارتبكت بشكل كبير في هذه القصه، لانه شيماء لها طموح في الدنيا، الأم ديالها تتساهم ما أمكن، توفقت في مجموعة من الخطوات في التطبيب وباقي عندها النقص. المبلغ
كما قالت الام اللي غادي يحقق ليها استقرار بجهد الله عز وجل نهائي انه تمشى وتكتب بيديها وتاكل بيديها ومبلغ ديال 3.5 مليون. شيماء مدمنه على فريق الرجاء البيضاوي. الام اعطيناها السؤال على الرجاء علامه استفهام. انا النداء ديالي لجل المغاربه، كنطلب الله عز وجل وجل المغاربه اننا نضافوا الجهود بيننا، ندخلوا الفرحه والسرور لهذا الشاب شيماء 19 سنه لها من طاقه ما يكفي انها تصنع القرار في حياتها وتعيش شانها شان اي مغربي بدون احساس بانه عندها اعاقه. وهذا شيء يثلج الصدر صراحه. شيماء عندها هاتف كتكتب بالانف، تضحي بالغني والنفيس بشتى الطرق من اجل تكون معنا في العلم وتشاركنا بواحد الصحافه علينا الله عز وجل. لما لا تكون عندها التهية؟ وهذا هو النداء لجل المغاربه، كل من ساهم او ساعد شيماء اجر محسوم عند الله. غادي نوضع رقم الهاتف ديال الام والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، انا انبهرت بشكل كبير لهذه القصه، وان شاء الله الا بغى الله عز وجل غادي نبقى متبع لهذه القصه، وغادي نرجع عند شيماء وعند الام وغنتبع مع التطورات. النداء ديالنا لجل المغاربه انهم يساعدونا وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا في الموضوع بشكل كبير هو شيماء شابه طموحه كيفاش تعيش معنا بدون نقص، وغادي نتبعوا معها ان شاء الله المسار الى بغى الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.